فالنهارده الراجل يعني درس قوي للعيبه على المستوى النفسي. ده عمل لقطه رهيبه عجباني جدا اللي هو فيرير، عمل ايه بقى؟ قال لك مفيش حاجه اسمها لعيب يتمرن يعمل تاهيل في الجيم، اللعيب يجي يعمل التاهيل في الملعب. عجبتني جدا. ليه بقى؟ اللاعب المصاب ده هو موجود في الملعب بياخد احساس الفرق، بياخد احساس انه عاوز يرجع يلعب زي الناس دي ويتمرن زي الناس دي ويجري زي الناس دي. لكن انت قاعد في الجيم منفصل انفصال تام عن فريق الكوره، ده غلط. فاللقطه دي عجبتني من مستر فيريرا. فيريرا انا بحترمه جدا 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 كبروف كبير جدا في عالم كره القدم واستاذ كبير، نتمنى له التوفيق دائما، واتمنى ما حدش يرجع يشتمه تاني ويقول الخاين والكلام. ما ترجعوش تفكروا الناس بالحواديت دي، خلاص جه في نادي الزمالك واصبح امر واقع، يبقى نسنده وندعمه عشان نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك العظيم. بالمناسبه جنس، جنس طلب من اداره فيوتشر تاجيل تفعيل بند شرائه من الزمالك، يدفعوا 4 مليون ولا 5 مليون يشتروا من الزمالك. اصبروا، عمالين يقولوا احنا عايزينك عايزينك عايزينك، وماشي ابو جبل ماشي، مش هيبقى موجود غير عواد، ممكن انا ارجع لان صعب ان صبحي يرجع. فقال لهم يعني بلاش نفعل البند دلوقتي ونخلينا وراهم لحد ما نشوف هيعملوا ايه معايا. كمان في تركيز في اعاده عمر كمال عبد الواحد، لان حازم امام مستوى واقع والمسلوس مستوى واقع، وعمر كمال عبد الواحد مكسر الدنيا مع منتخب مصر من خلال فيوتشر، و يعني بيعلى في البورصه، بيعلى في البورصه. فبالتالي كل التوفيق باذن الله لنادي الزمالك امام الوداد يوم الجمعه، وكل التوفيق للنادي الاهلي باذن الله تعالى امام سان داونز يوم السبت. كل ثقه كل ثقه كل ثقه في فوز النادي الاهلي على سان داونز. ليه؟ الروح اللي شفناها قدام بيراميدز ولاعيبه ايه بقى طلعت من الملعب على المطار، شوف الجديه، والنهارده دلوقتي بتمرنوا وصلوا جوهانسبرج وكله تمام. فبالتالي باذن الله كل التوفيق للاعبي الاهلي والزمالك لتمثيل مصر في البطولة الإفريقية بشكل مميز جدا جدا جدا، والاستمرار في المنافسة. يا عم اعلى باللايك يا سيدي، لا اعلى باللايك عشان ارد على الأسئلة. الأهلي هيعمل ماتش حلو بإذن الله. أيمن أشرف، لو أيمن أشرف باك شمال، طب أيمن أشرف لسه راجع وليه باك شمال؟ ما أنت عندك علي معلول، معلول بيحط الزغلول بالمناسبة. وليه أصلا مدحت شلبي ما علقش على المباراة؟ يعني دي مباراة كبيرة تحتاج إلى معلق كبير، لأن أنا حسيت إن محمد الكواليني مثلا خايف الكرة تتشط في شجرة، بقول لك جول فيوتشر عشان انه اهلاوي. فلا، فين مدحت شلبي؟ ده جزء من متعة كرة القدم انك تختار معلق مبدع. اهلي وزمالك كان بيعلق على كابتن لطيف رحمة الله عليه، ايه المشكلة يعني؟ ايه المشكلة؟ لايك وشير وصلي على الزين يا حبيبي، اعلى باللايك.